ثلاثة أحوال. هناك بالنسبة للعجلات، إذا ما كانوش في هذه الخاويات هادو مزارين وهاد التحاليل هادو مزارين، فأعرف بلي العجلة راح تتبدل. طبعا الناس كيسولوا العجلات، خصنا شي فيديو على حساب العجلات. كتلاحظوا بلي العجلات هنا كاين تشققات، يمكن لك تسافر بها يمكن لك، ولكن خد الحذاء والحذر ديما ديرها. بالنسبة للبونفلو ديرو في الجرس بطبيعة الحال، باش تبدل العجلة جيدة لقد ديال دوسونتيس كما كنلاحظو. الترقيم ديالها هو 14R14 175 على 70 R14 84 تي. العجلة الخلفية بطبيعة الحال كما تلاحظون، لقد قام صاحب السيارة باستبدال العجلة الأمامية إلى الخلفية، ثم قام بشراء عجلات جديدة في العجلات في وضعها في المقدمة، لأن هناك محرك والثقل يكون غالبا ما يكون على الجهة الأمامية. إذا فكرة جيدة بطبيعة الحال. بالنسبة لهذا هذه العجلة فهي يجب عليه أن يقوم بتبديلها إن شاء الله المرة القادمة. إذا كان هذا هو الفيديو المخصص لهذا الموضوع. العجلات شيئا ما متكدة في الجوانب كما تلاحظون. هناك أربع تشققات والترهلات في جانب العجلة. ما إذا رأيت بالنسبة للعجلة التاكيل في الجوانب كثيرا، فاعلم أن العجلة هناك شيء ما بالسيارة يجب تعديله.